السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا اخوان الكرام؟ احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم. اليوم بحول الله وحفظه سوف نقدم لكم أداة أو كود يتم إضافته في HTML الخاص بالمشاركة، وهذا الكود خاص بعدد زمني، ويكون يعني العدد الزمني يظهر لمدة 10 ثواني أو 5 ثواني على حسب التوقيت الذي تحدده أنت، ثم بعد ذلك يظهر رابط التحميل. وسوف أعطيكم شرح مثال لمثل هذا. مثلا سوف نقوم بتدوير الصفحة هكذا، تكون إعلان في الأعلى والإعلان في الأسفل، وسوف تلاحظون أن العدد الزمني ها هو، دقيقة، العدد الزمني هو هذا كما تلاحظون، 8 وهكذا، فقط قل 5 ثواني، 3 ثواني، 6 ثواني وهكذا، ثم بعد ذلك يظهر رابط التحميل. فهذه الطريقة يعني مربحة 100%، وطبعا أنا كما تلاحظون سوف أشرح لكم، بعضكم سوف يقول مخالف، لا، هنا تترك مساحة بين الإعلان والرابط التحميل، يعني بين الكود الذي سوف أقدم لكم والإعلان تضع مساحة، تمام، ثم بعد ذلك يكون الرابط مليء بال او دا في داخله رابط التحميل، فهذا لا يعد مخالفا، لانه اذا قلت لهم داونلود هير او تحميل هنا، ففي هذا المكان الذي هو هنا يكون داخله رابط التحميل، تمام، جيد. الان سوف نشرح لكم كيف يتم تركيبه في القالب. فالعملية بسيطة جدا، سوف اولا اذا كنت لا تتوفر على اجاكس، كود اجاكس، فيمكنك البحث عنه في HTML داخل HTML هكذا، تقوم بالدخول إلى المظهر ثم تحرير HTML، هذا إذا لا يتوفر عندك، إذا كان يتوفر فلا داعي في إضافته. سوف الآن Ctrl F لفتح محرك البحث هكذا، نبحث عن، سوف نجد الكود هنا هيد وسوف نضيفه في الأعلى في هذا المكان هكذا، تقوم بهذه العملية، سوف نشرح لكم بالطريقة يعني بالنسبة للإخوة الذين لا يعرفون، هكذا يتم وضعه في هذا المكان بهذه الطريقة كما تلاحظون، ثم عملية الحفظ، فأنا يوجد عندي في مكان آخر لهذا لم أقم بإضافته، تمام، جيد. الآن سوف نشرح كيف يتم العمل بالكود. الكود هكذا يكون، سوف أخرج من هذا المكان، سوف نقوم بنسخ هذا الكود كاملا، ها هو كاملا، سوف تجدون يعني 5 ثواني، يعني 5، يعني سوف تجعلها 10، وسوف تبحث عن 5 ثواني أخرى، 5 ثواني أخرى في الكود، 5 ثواني أخرى توجد هنا، 5 ثواني أخرى، دقيقة، بارك الله فيكم، سوف أقوم كنترول، سوف أختار رقم 5، وخمسة هي في هذا المكان، سوف أجعلها 10، وفي هذا المكان الذي يوجد فيه www.info.sati.com سوف تجعل فيه الرابط الذي سوف يتم تحميله، وتغيير الكلمات ينتظر قليلا حتى يظهر الرابط، فيمكنك تغييرها، وأيضا كلمة رابط التحميل أو داونلود هير. سوف تقوم بنسخه كما نسخناه هكذا، أقوم بنسخه، سوف أقوم بحذف هذه الأمور، سوف ندخل لـ HTML ونضع الكود كما تلاحظون، وسوف يكون على هذا الشكل، وتضع الإعلان في الأسفل في هذا المكان، في أسفله في هذا المكان هنا الإعلان، وأيضا الإعلان في الأعلى، في الأعلى في هذا المكان هذا سوف يتم إضافة في هذا المكان، سوف نأتي الإعلان سوف يكون في الوسط، أو يتم إضافة الإعلانات داخل القالب، تمام، سوف يكون على هذا الشكل، ثم بعد ذلك النشر، وسوف
تظهر كما شرحنا لكم في هذا القضية في هذا هذه الصفحة، وأعتقد قد فهمتم، وسوف تجدون الرابط في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.